نظم منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة عشية يوم السبت 17 يونيو 2017 بالمركز الاجتماعي للقرب بوزان ندوة علمية حول الاكتشافات الأخيرة المرتبطة باكتشاف أقدم إنسان عاقل بالمغرب أومو سابينس، الذي كان محور الندوة العلمية التي أطرها الأستاذ عبد الواحد نصر الباحث في المعهد الوطني للعلوم والآثار بالمغرب. حضر الندوة ثلة من المهتمين بالعلوم والآثار والعديد من الشخصيات الثقافية والعلمية والفنية بالمدينة، كما حضر ممثلون عن المجلس الإقليمي والمجلس البلدي والسيد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني وإعلاميون وأساتذة جامعيون. وتعتبر ندوة اليوم الثانية من نوعها بعد اللقاء الصحفي الذي تلا الاكتشاف الكبير لموقع جبل إيغود الذي لبى الحقائق العلمية المتعلقة بأقدم إنسان عاقل. المحاضرة التي ألقيتها بعد قبل قليل كانت محاضرة من أجل يعني التنوير ومن أجل نشر أو التعريف بالنتائج البحث الأثري الذي أشرف عليه، وجاءت يعني كتلبية لطلب من منتدى شباب الألفية الثالثة لمدينة وزان. إذن هذه المحاضرة تطرقت لأهم النتائج على مستوى هذا البرنامج الذي نقوم به على مستوى جبل إيغود، والنتائج اللي كتعرفوها اللي ولات كتأرخ كتعطي واحد التاريخ اللي هو كيتحدى كل الانتظارات، لو هو 300,000 سنة. وهذا المعطى كيشكل واحد السابقة على مستوى البحث العلمي، وكيشكل واحد يعني واحد المستجد اللي على ضوءه يعني لابد من مراجعة واحد مجموعة من المقررات والمنشورات إلى آخره. ولكن يعني الأهمية الكبرى يعني على مستوى البحث وعلى يعني بطريقة شخصية هو نشر هذه النتائج بمجلة عالمية اللي هي لا ريفي نايتشر. النشر بهذه المجلة يقتضي من النتائج التي نود يعني نشرها أن تتوفر فيها جميع الشروط المصداقية والجدية والحاجة كتسمى الأوريجيناليتي، هذه كلها الحمد لله توفرت في هذه النتائج اللي حصلنا عليها في إطار هذا البرنامج، وبالتالي يمكنه كتعتبر واحد المفخرة للبحث الأثري بالمغرب وبالجهود اللي كيقوم بهم المعهد الوطني للعلوم الأثر والتراث، وبالتالي جهود اللي إن شاء الله غادي تكون واحد المحفز بالنسبة للأبحاث بالنسبة للبحث الأثري بالمغرب وبالنسبة للجميع الزملاء باش أنهم يبذلوا مزيد من الجهود لكي تكون النتائج في مستوى الانتظارات. كان هناك سؤال فيما يخص التعاون الدولي. لا يجب ان يكون هناك مركب نقص بالنسبه للتعاون الدولي. نحن الان نعيش في زمن يدعى بالمونديالزاسيون العالميه، لا مونديالزاسيون، لا ابدا، لان الحمد لله طاقتنا توفر عليها. هنا كيكون تبادل للخبرات، يمكن أن يكون هناك مثلا اللجوء إلى مختبر معين في أوروبا من أجل التاريخ، هنا كذلك لا يجب أن يكون لنا أي هاجس نقص أو أي مركب نقص، باعتبار أن هذا المختبر الذي قمنا فيه بتأريخ البقايا ديال جبل إيغود مختبر معروف عالميا ويقوم بتحديدات لمجموعة يعني معطورات تأتي من أستراليا من فرنسا من مجموعة بلدان اللي على رأسها دول متقدمة، وبالتالي ربما هذا ما كيش مخصوش يشكل كما قلت مركب نقص. زيادة على هذا، إذا كان مثلا بداعي الوطنية وبداعي الاعتماد على النفس هو نقوم مثلا بإنشاء واحد اللابوراتوار من هذا القبيل، هذا ما غيكونش عنده نتائج، لأن إذا غنديروا اللابوراتوار غادي يقوم عندنا بواحد الثمن معين ملايين الدراهم، وبالتالي باش نجي وندير يمكن داتاسيون وحده أو لا جوج، هذا غير مجدي وغير غير واقعي. وبالتالي كما أقول وكما قلت
لا يجب أن يكون لنا مركب النقص، علما بأن نحن الآن في زمن يستدعي الانخراط في العالمية، والانخراط في العالمية هناك كذلك هناك ندية بين قوسين، خبرات متبادلة وبالتالي نتائج مشتركة. وهنا كنعرج على المسألة اللي ربما تؤرق واحد العدد من المهتمين، ماشي المهتمين ماشي المختصين، ولكن الناس اللي كيهتموا بهذا الميدان كيقول لك بانه ربما اللقى ديالنا كيتم التهريب ديالها بطرق يعني مختفيه، وهذا الشيء هذا كلام خارج الصواب، لان جميع اللقى التي يتم العثور في اطار برامج يعني اللي هي كتخضع لواحد الاتفاقيات موقعه على اعلى مستوى، وبالتالي اللقى اللي كيتم مثلا لضروره معينه التنقل بها للخارج من اجل تحليل معين تخرج في إيه. هناك مسطره قانونيه للخروج، هناك افق زمني، وبالتالي يمكن ان اقول لكم بانه بالنسبه للبرنامج الذي اسهر عليه بمعيه الفريق الذي نشتغل جميع اللقى الان توجد بالمعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث. ليس هناك اي معثوره وجدت في جبل ايغود، سواء تلك التي وجدناها نحن في اطار برنامجنا او تلك التي تم العثور عليها في اطار ذاك الجيل الاول من الابحاث، كل البقايا موجوده بالمغرب. ويمكن لكم ان تاكدوا من ذلك، ساحيلكم على المؤسسات التي توجد بها هذه البقايا، ويمكنكم ان تتنقلوا لتصويرها وللادلاء بكل هذه المعطيات. ياتي هذا اللقاء في اطار سلسله اللقاءات التي ينظمها منتدى الشباب المغربي للالفيه الثالثه بجهه طنجه تطوان، والهدف منها هو ابراز عدة قضايا محلية إقليمية ووطنية ودولية كذلك. هذا اللقاء يندرج في إطار انفتاح المنتدى على محيطه، بحيث نستضيف الأستاذ الباحث السي عبد الواحد بنصر الذي كان له الفضل بمعية خبراء من ألمانيا في اكتشاف أقدم إنسان عاقل بالمغرب، وهو اكتشاف عالمي خلف عدة نقاشات، والذي أسال الكثير من المداد وقد يقلب تاريخ البشرية رأسا عن عقب. هذا الاكتشاف من شأنه أو هذه المحاضرة من شأنها أن تنور الرأي العام المحلي والوطني، واختيار مدينة وزان هو اختيار من أجل استفادة ساكنة الإقليم ويعني أطر الإقليم بهذا الاكتشاف، عبر مداخلات الأستاذ وشرح حيثيات هذا الاكتشاف.